مصيبه يا جماعه مصيبه. حاشا ما احنا صورنا بره في كل موضوع. قلب الدنيا من منتصف الليل امبارح. ملياردير ما اعلنش عن نفسه تواصل معانا ليعلن عن مسابقه غريبه من نوعها. المسابقه دي مش لشخص ولا اتنين، دي لكل شخص عايش داخل جمهوريه مصر العربيه. والموضوع اتنشر في جميع القنوات الاخباريه والصحف المحليه والعالميه. ده مظهر محفوظ الشهير بمازو، ومازو ده مدرس سابق سريع البديهه، قلب ميت بالبلدي كده، واد مقطع بطاقته ومش همه حاجه. اللي على الشمال ده بقى يبقى وسيم الصريطي، مدير لفندق، رجل منظم وعقله موزون، واي حاجه بيدوس فيها بيبقى ضامن مكسبها، يعني راجل ادرجي. دي كل المعلومات اللي قدرنا نوصل لها عنهم. ومطلوب من سيادتكم تحملوا ابلكيشن اسمه اللعبه ليفل الوحش، وتختار تنضم لاي فريق فيهم، فريق مازو ولا فريق وسيم. على الابلكيشن متحدد لسيادتكم خريطه تعرفوا فيها مكان مازو ووسيم. انت انضميت لفريق مازو، مطلوب منك تمسك وسيم والعكس، وتروح تسلمه لاقرب كشك للعبه ليفل الوحش. وزي ما حضراتكم شايفين من امبارح، والاكشاك بتزيد في كل حي. بيتوزع جوه الاكشاك تيشرتات جميله مجانيه عليها صوره وسيم ومازو، اشهر شخصيتين في مصر في الوقت الحالي، واللي يسلم شخص منهم الاول هيكسب 10 مليون جنيه. يا بلاش حاجه يعني، ولا في الاحلام، وانبساط ولعب في مصر كلها. الحق يا مازو، انتوا كمان بقيتوا ترند على فيسبوك وتويتر. وانا كمان نزلت اللعبه وفي 16 مليون واحد منزلها. يعني ايه؟ يعني احنا بقينا علينا جايزه دلوقتي والبلد كلها بتجري ورانا؟ يعني ايه فعلا؟ بعد ما كنا احنا اللعيبه بقينا لعبه والناس عايزانا؟ بقول لك يا مازو، انت لازم تفكر في طريقه عشان تعرف تهرب بيها. هنهرب منين؟ ده الناس تحت هتموتنا. بقول لك ايه؟ احنا نبلغ البوليس يا وسيم. بوليس ايه يا وسيم؟ بس دلوقتي انت كمان قالت ما ينفعش بوليس. خلاص يبقى اخبيك في قلبي، ما فيش حد هيعرف عنك حاجه يا حب. مش وقته خالص التلزيق ده. مش وقته فعلا التلزيق ده يا اسراء، مش وقته. مازو انا مش هسيبك، انا جايه معاك. لا سيبيني، انا لما صدقت ههرب منك، وعارف ههرب منين. ربنا معاك انت. تبان يا مازو. الصوت ده ايه؟ الصوت ده دوست على القطه ولا ايه؟ يا سعدون، لا دايخ شوية، تقريبا في بلكونة وقعت عليا. ماشي، استناني عند عربية شيماء ودوروا العربية على ما اجيلكم. افتحوا الباب، العلاقة اللي انا جربت وسيم ومازو. انكشفوا دوع رجالة. الله يخرب بيكم، دي مش مصر كلها اللي بتلعب، ده طيارات من الخليج ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ افتح الباب يا غريب. مش هينفع يا مسؤولي بيه، انا لو فتحت الباب هيقتلوا سي مصر وسي وسيم. اسمع الكلام يا غبي، خليهم يطلعوا يلعبوا ويكسبوا واحنا نعرف نطلع. لا ايه الكلام ده يا مسؤولي؟ هو انت لازم تكشف خططنا كده قدام العالم؟ ما تتبلش في بقك قوله. الله عليك يا حياتي، طول عمرك مدركه هفواتي. هفوه هفوه، بموت فيك يا مدركه. لا بقول لك يا جوز امي، والنبي مش وقت مراهقتك وتلزيقك. افتح يا غريب، احصل لك. افتح بقول لك. العالم دي لو طلعت هتوسخ الشقق بلزامهم. والنبي اتنقط لمسكتك يا مالت انت، ده يا ريت بس لما يطلعوا العماره ما تتحدش على نفوخنا. الحمد لله جبت صندوق طلقطم تنسرين، بابا هيفرح بيا قوي. ايه ده وقت التنسرين وقرف دي؟ يلا يا ماما يلا عشان نساعد مصر. لا 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 يلا فين؟ انا مش حمل فرهده وجري وتعب. بصي روحوا انتوا وانا هقعد بالعيال، عشان لو خطفوا الولاد وعرفوا ان هم اولاد وسيم ومازو هيطالبونا بفديه. لا انا هقعد احرسهم، وخلي بالي كل مازو لو كذب يشيل لي حقي على جنب. هيسيب لك المكسب ان شاء الله. خليكوا عيال مع ماما. يلا افتح يا غريب افتح. تعالوا عنده كده. يلا يلا امنوا نفسيكم. يلا يلا وجفلي القناصه في كل حته، افتحوا الابواب. وسيم الدخيل، وسيم عسيم،
اديله عمري وبرضه تخيل. ايه كل ده يا منظر؟ دي البلد كلها بتجري وراك. انت طلعت محبوب قوي. انا لو اعرف كده كنت سميت سعدون المنظر. يا نهار اسود دكتور ايمن، يا لهوي ده هيطلع عليك كل اللي انا عملته فيه. سلم نفسك يا استاذ مازو بهدوء ومن غير شوشرة ارجوك. بقول لك ايه يا دكتور ايمن، ابعد عن جوز احسن لك احسن، وديني حوريك جنان من نوع جديد. دوسي عليه بالعربيه يا شيماء، سفلتي ملامحه على الرصيف. انا كشفت ولا انا ناسي؟ شفت ايه وسيم؟ لا ما كشفتش ولا حاجه، احنا كلنا معاك حتى اشوف اهو. الحمد لله ربنا يخليك يا دكتور ايمن، ربنا يخليك. خد يا حبيبي خد، امسك، انا عملت لك السندوتشات دول عشان تتقوي بيه. الله، بالخيار بالخيار، ربنا يخليك. بقول لك ايه، ما تعرفش ازاي على طول كده في يمين في شمال في طواري؟ ربنا معاك. ربنا، لا اله الا الله محمد رسول الله، بعد اذنك التوفيق. بعد اذنك يا مصمص. ده انا هطلع عليكم كل الامراض اللي جبتوها لي. بتلعبوا بالملايين ومرمطيني معاكم. ملائكه الرحمه فين؟ عليه قسما بالله اللي هيمد ايده على راسه هكون منتحر. هتنتحر في 60 دقيقه، استفاد ايه انا؟ يلا اطلع. اوعى يالا، اوعى يالا، مش هسيبك يا مازو. ملائكة الرحمة ورايا. رب ما حدش ياخد باله. وسيم، وسيم، ايه ده؟ جميل يا حبيبي، يا حبيبي حبيبي. وسيم بيه؟ لكن انت ما تنكسب. انت عرفتني عادي؟ ما لازم اعرفك، انا هتوه عنك يعني. اركب يلا، اركب يلا. بقول لك ايه، الجي بي اس بيقول ان احنا لازم نمشي عكس. منعول ابو الجي بي اس دلوقتي، احنا لازم نطلع على الصحراوي عشان نخفف من علينا الضغط. صحراوي يا جميل؟ انت جاي بتكتب ده احنا اربع ايام عشان نوصل للصحراوي اصلا. مالكش دعوه، اركب بسرعه ولا سيبك. لا انا هجيب، هسيبك. لا والله هسيبك، اجيب حد دلوقتي. امسك نفسك. لا هعيط، مش قادر والله العظيم هعيط. انا مش قصدي تعيط يا عيوطي، امسك نفسك عشان هننطلق. يلا. مش قادر. في ايه بس يا مازو؟ حصل لك حاجه؟ ما هو ده اللي انا كنت خايف منه، انت اتصبت يا مازو، خدت رصاصه في الصدوف. ايه الاوفر ده يا جماعه؟ انا عايز اخش الحمام. هو لازم اشرح لكم هعمل ايه بالظبط؟ لا حمام ايه دلوقتي، ده مش هينفع. طب ما تشوف كده الدواسه. دوست ايه؟ لا طبعا عربيتي. وبعدين يا مازو، هو ده وقت يعني تبقى عايز تدخل الحمام والبلد كلها عماله تجري ورانا؟ يعني هي دي ليها وقت؟ ليها وقت يعني؟ دي ليها يعني علاقتها بدي؟ هو الناس اللي بتهرب من السجن ما بتخشش الحمام؟ طب خلاص خلاص، هشوف لك اي حته كده على جنب تعمل حمام فيها. ايه ده؟ اهو حظك كويس، كافيه كافيه. هو كافيه، انزل بسرعه بقى، اعمل وصرف نفسك على طول، واحنا مستنيينك هنا بس اوعى حد يشوفك. اتخفى يا مازو، اوعى. اوقفي بقى، اهو ما تقفي اهو، اتخفى ما تتاخرش، احنا مستنيينك هنا اهو. الله يخرب بيتك يا جميل. هو ده الصحراوي ده الزراعه يا حبيبي، شكلها هتمطر كمان. ايه الغيطان دي كلها؟ ما يمكن عمروها يا وسيم بيه. الله، وبعدين انا مالي؟ انا ماشي على الجي بي اس. الجي بي اس ايه؟ شكلي مكسر طبعا، حرام عليك. ايه ده؟ ايه؟ ايه لما اللي هناك دي؟ اوف اوف، وانت فاكر لما تيجي وتلف من الطريق ده هتلاقيه مفتوح صح؟ لا، ده انا ولد الديب ولد التوخي ولد التوني متفقين محدش انا تبع وسيم هيعدي. وانتوا لما تكفين الطريق علينا كده مش في ربلايه يا واد عمي. وين الروح الرياضيه يا ولد البرتقال؟ الروح الرياضيه دي اللي هتطلع في يد دلوقتي. ربنا يستر. وبعدين بالعقل يعني، في حد يشجع وسيم؟ وسيم ده تخين يعني، لو فولتوه بنزين 95 عمره ما يسبق. مازو بس. انت بتضحك عليا يا جميل، انت كمان اصلا حلوه 95 دي. مش حلوه يا جميل، ما تضحكش. يا لا اثبت بقى. لا مش هشبت يا جميل، لف وارجع، احنا مالناش عيش في البلد دي. اثبت بقول لك. لا، الناس دي لو شافوني هيحشوني زي الكوسه اللي جوه في العربيه اللي قدامنا. هيقوروك زي الكوسه ولا يحشوك زي المحشي. بقول لك ايه، احنا جامدين قوي بس خايفين قوي قوي. يا يا خلاص انا هتصرف، ما تقلقش، اثبت بقول لك. لسه مستمرين مع حضراتكم في تغطيه خاصه للمنافسه الكبيره، المنافسه اللي فيها ملايين من الناس عاوزين يكسبوا الملايين. يا ترى مين اللي هيكسب؟ انا واثق ومتاكد ان مازو هو اللي هيكسب. مازو ايه اللي يكسب ده؟ وسيم طبعا هو اللي هيكسب. ده راجل وسيم والناس كلها بتحبه. هو متاكد ان وسيم هيكسب؟ لا يا فندم، انا واثق ان شاء الله ان مازو هو اللي هيكسب. وتقريبا حضرتك جايبني مع واحد ما بيفهمش اي حاجه وحمار في الموضوع، وانا غلطان اني جيت البرنامج ده مع واحد وسيمي متعفن ما بيفهمش. انا ما بفهمش حاجه يا راجل، يا مازوني يا متعفن. وسيمي وسيمي ما بيفهمش حاجه. وسيمي يا وسيمي يا حبيبي، انت اللي بتطلع بره.
بيعرف يشرب ايه؟ لبن. لبن ما بيعرفش يلعب، جايبين له واحد ما بيعرفش يلعب. والله العظيم يا بندر انا لن اسمح لك ان تتدخل في الوسيميه. الوسيميه ايه ده؟ انت شبه الواد مصر اللي احنا بندور عليه.